بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدر سبورت. منتخبنا الوطني الاولمبي عم يشارك بالتصفيات الاسيويه المؤهله لامم اسيا. طبعا هاي الفرصه الاخيره راح تكون للكابتن رأفت محمد. المدرب رأفت محمد كان باداء سيء بالنتائج سلبيه جدا، كان كثير في انتقاد للتكتيك اللي عم يستخدمه والنتائج اللي عم يحققها مع المنتخب، رغم وجود اسماء كثيره واسماء متنوعه، قادر انه يلعب باي تشكيل وقادر انه يواجه الخصم باي نوع، ممكن باي نوع تكتيك ممكن يستخدمه. بصراحة انا من الناس اللي ماني مقتنع ابدا بالكابتن رأفت محمد، برأيي في ناس افضل منه ممكن كانت تستلم المنتخب وتحقق نتائج افضل من هيك. راح نحكي اليوم عن تشكيلة منتخبنا الوطني وموعد مباريات المنتخب ومجموعتنا وحظوظ المنتخب. قبل ما نبدأ الفيديو، اذا ما انك مشترك بالقناة اتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. قائمة منتخبنا الوطني بتضم 26 لاعب، 6 محترفين. بصراحة راح يغيروا شكل المنتخب تماما، راح يضيفوا إضافة كتير مهمة للمنتخب وراح ينقلوا المنتخب نقلة نوعية بصراحة، من حيث المستوى ومن حيث الأداء. وبصراحة 6 كروت رابحة للكابتن رأفت محمد، فممكن رأفت محمد يحقق نتائج إيجابية بفضل هدول الست لاعبين. راح نتعرف على الست لاعبين أو الست محترفين القادمين إلى المنتخب: عبد الله مهاوش، عمار رمضان، محمد العليان، اوليفر كاسكو، واشتي اوسو، ومصطفى ريش. طبعا القائمة مثل ما قلنا بتضم 26 لاعب، رح نتعرف على 26 لاعب. طبعا هاي هي القائمة اللي او قائمة المنتخب بشكل كامل اللي بتضم 26 لاعب اللي رح يواجهوا او رح يخوضوا التصفيات المؤهلة لأمم آسيا. بالنسبة لنظام البطولة، نظام البطولة عبارة عن 11 مجموعة بتأهل أول مركز من كل مجموعة، ورح يتم اختيار أربع منتخبات كأفضل ثاني، يعني أفضل ثاني من أصل 11 منتخب راح يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثاني. طبعا مجموعتنا بتضم المنتخب القطري، المنتخب اليمني، ومنتخب سريلانكا. بصراحة منتخب سريلانكا كمستوى ضعيف، فممكن يكون حصالة أهداف، يعني كل منتخب ممكن يزيد غلة الأهداف أو يزيد رصيده بالأهداف عن طريق مواجهة سريلانكا. كل مجموعة المنتخب اللي بيحتل المركز الرابع راح يتم شطب نتائجه. بالنسبة للمنتخب القطري ممكن يكون المنافس لمنتخبنا، لأنه بنفس المستوى بصراحة، أو ممكن ببعض الأمور نحن متفوقين عليه، ممكن ناحية الهجوم نحن متفوقين عليه، ممكن الانضباط هن أفضل بصراحة. فممكن يكون التنافس بيننا وبين المنتخب القطري، خاصة انه المنتخب القطري صاحب الارض، البطولة مقامة بقطر، فممكن يكون عم يلعب بمرونة اكثر من منتخبنا بين ارضه على ارضه وبين جماهيره. المنتخب اليمني الشقيق ايضا بالفترة الاخيرة كان عم يشوفه من ناحية الانضباط والتكتيك عم يلعب لعب حلو، فريق منظم، ممكن كمان يكون من المنافسين لمنتخبنا، لكن بتوقع منتخبنا بصراحة افضل كقيمة لاعبين، وخاصة باستخدام هدول الست محترفين راح يغير شكل المنتخب تماما، يعني راح يكون الاداء مختلف تماما عن الاداء اللي كان عم يقدمه منتخبنا قبل قدوم هدول الست محترفين. ممكن الانجاز راح يتحقق، اذا تم انجاز راح يكون على اسم الكابتن رأفت محمد، لكن للاسف بصراحة كنت اتمنى مدرب اخر يكون مستلم المنتخب، لانه اكيد راح يحقق نتائج ايجابية، ولانه بيمتلك اسماء بصراحه ومنوعه، واسماء بالهجوم، يعني اجنحه، راس حربه، منتخب كامل متكامل، لكن للاسف ما عم يستفيد منه الكابتن رأفت محمد. بالنسبه لمباريات منتخبنا، راح تكون اول مباراه مع منتخب سريلانكا بتاريخ 25/10/2021. المباراة رح تكون يوم الاثنين الساعة 8 مساء. المباراة الثانية رح تجمعنا مع المنتخب اليمني الشقيق بتاريخ 28/10/2021، المباراة رح تكون يوم الخميس الساعة 8 مساء أيضا. المباراة الأخيرة رح تجمعنا مع المنتخب القطري بتاريخ 31/10/2021، المباراة رح تكون بتوقيت الساعة 5 مساء يوم الأحد. بالنسبة للنقل التلفزيوني لحد لغاية اليوم القنوات ما في أي محطة أعلنت رسميا أنها ما تمتلك حقوق البث عدا بي ان سبورت. بي ان سبورت هي الناقل الحصري لهي البطولة. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وانتظرونا بفيديوهات جديدة رح نحكي فيها عن مباريات منتخبنا الأولمبي وتشكيلات المتوقعة للمنتخب. وما تنسوني من دعمكم، وتبقوا بخير وصحة وسعادة، والسلام عليكم.